السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معاكم مطبخ ووفري مع سماح جاد. النهاردة نزلنا تحت كوبري الساحل في شبرا الخيمة نجيب، كل سنة وانتم طيبين كده، حاجات رمضان. طبعا معاكم محمد ولعة، فرحة العيد بقى ورمضان والكلام ده كله. فدخلنا محل اسمه سويت هوم، محل جامد، وزي ما انتم شايفين كده الحاجة ما شاء الله عليه تمام. فاللي عايز يجيب بقى القميص بتاع رمضان يا جماعه يخش على سويت هوم. الله اكبر ما شاء الله. طبعا انتوا عارفين ان تحت كوبري الساحل ده مشهور اصلا بالبلح، كل انواع البلح موجوده فيه. فاول محل دخلناه اللي هو سويت هوم دوت، وطبعا استاذنا الاستاذ ابراهيم عشان خاطر نعرف نصور. طبعا ما ينفعش رمضان من غير السوبيا اساسي، وتمر هندي وبرتقان، سوبيا ايه، جوز هند، زبيب، قمر الدين. ما شاء الله يا جماعه، يعني الله اكبر، حاجه نظيفه وحلوه جدا ما شاء الله. يا استاذ ابراهيم، ده ايه العلبه الحمراء دي؟ ده سوبيا عمان. سوبيا ايه؟ عمان. وفي سوبيا عمان اهي كمان يا جماعه، ما اعرفهاش ايه هي السوبيا عمان دي، بس هجربها طبعا. هي علبه سوبيا عمان 800 جرام. مفاجاه، احسن مصنع بيعمل عصاير في جمهوريه مصر العربيه. مفاجاه، جبت لكم عمان، ده شيء مشهور جدا. جبت لكم صاحب محل سويت هوم اهو يا جماعه، بنفسه هو اللي بيقول الاسعار وبيقول الانواع. بيقول لك الاسعار، ده المانجر كمان. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. كل سنه لا 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 تقولش كده يا عم مصطفى. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. انا يا جماعه كمان عم رجب هنا هيقول لنا في محل سويت هوم اسعار البلح. ازيك يا عم رجب؟ كل سنه وانت طيب. زي ما انتم شايفين يا جماعه كده طبعا الاسعار، والبلح كمان شكله تحفه تحفه تحفه. اللي عايز ينزل يشتري حاجات رمضان ينزل سويت هوم تحت كوبري الساحل شبرا الخيمه، ولا ايه يا عم ابراهيم؟ رود الفرج. رود الفرج، ساحل رود الفرج. تعالوا تفرشوا.
Thank you.